حجي غسان سلام عليكم. عليكم الله يسعد صباحك حجي. جينا اليوم نعمل معك مقابله فبدك تعرفينا على اسمك. اول شيء هو اسمك واسم ابوك واسم جدك، تفضلي. خيريه ابراهيم سريه. حجي من اي بلد بفلسطين؟ احنا من سمريه من اضعك. والبركه الله يبارك. مواليدك ما شاء الله. أنا بال44. قد ما كان يحمد فيها عمي لفلسطين يعني، وعمي كان عايش كتير ومبسوط وشاطر بالزراعة كتير عمي. قال لي يا ريتك تروح على فلسطين وتشوفي. قلت له يا ريت والله لو جمع أعيش فيها وأموت. قد ما بيحمد فيها عمي. بتوصي أولادك يرجعوا على السمرية وما يتنازلوا عنها؟ معلوم طبعا. إيه كيف يتنازلوا؟ والله ما احنا مش سيينا شهوة قد كان ما بعد تخرفنا عمتي وعمي يخرفونا. منقول يا ريت يعني يا ريت والله لو نقعد فيها شهر ونموت.